عاصفة هائلة عرضها 1600 كيلومتر تقريبا. ستكون عاصفة كبيرة وقوية مع قوة تدميرية تعادل قنبلة ذرية، كارثة طبيعية بقوة هائلة تضرب الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. لا تعبث مع الطبيعة. لم أرى شيئا كهذا. ماذا يحدث؟ ما هذا؟ لن تصدق أن هذا يحدث هنا. احترق 50 منزلا بالكامل. هذا لا يصدق. لم أرى شيئا كهذا سابقا. يا للهول. لا يصدق. آسفة. مرحبا هيدر، إنها أنا ميشيل. لا أعرف ماذا أقول. أنا سعيدة لأننا على قيد الحياة هنا. ليست هناك كهرباء، ليست هناك تغطية خلوية، ولا توجد حتى هواتف. ما حدث هنا تماما كمشهد من فيلم عن نهاية العالم. السكان عند الساحل الشرقي يستيقظون على ما خلفه إعصار ساندي. كانت هذه عاصفة لها قوة لا يمكن تخيلها. تأثير إعصار ساندي تم الشعور به بمحاذاة الساحل من فلوريدا إلى ماساتشوستس قبل أن تغرق اليابسة، ثم عصف بالمحيط إلى وسط نيويورك. يا للهول. بقوى مدمرة كهذه كبر إلى إعصار هائل. هذا لا يصدق. ودب الذعر في قلوب الملايين. أحاول إبقاء المياه خارجاً. إعصار ساندي سيأتي حتماً إلى مدينة نيويورك وسيحدث فوضى كبيرة. كان هذا منزلنا. آسفة. الإحصاءات مخيفة. مات 100 شخص تقريباً، وحدثت أضرار بقيمة 50 مليار دولار تقريباً، وأكثر من 8 ملايين شخص من دون كهرباء. هذه قصة 24 ساعة مأساوية ولن تنسى في حياة الإعصار ساندي. إنه الفجر في اليوم الذي سيضرب فيه الإعصار ساندي. على بعد 145 كيلومترا من ساحل كارولاينا الشمالية يحصد أول ضحاياه الأمريكيين. الارتفاع. علم، انتظري. خفر السواحل الأمريكي يخوضون بشجاعة رياحا عاصفة قوية لإنقاذ الطاقم اليائس لسفينة شراعية تاريخية غرقت بفعل أمواج ارتفاعها 5 أمتار. الغواصون يخرجون من القفص. أخرجوا 15 شخصا من الماء، لكن هناك امرأة لا تستجيب. فشلت محاولات إنعاشها. كانت أول أمريكية تموت بسبب الإعصار، إعصار ساندي. كانت مفعمة بالحياة والحماس في حياتها. لا أصدق أنها ماتت. كلودين كانت فرداً في طاقم السفينة الشراعية ذات الصواري الثلاث، السفينة الملكية البريطانية باونتي. السباحون في القفص، انتظر. كابتن السفينة روبن وولبريدج كان مفقوداً في البحر. البحث عن الكابتن كان سيتوقف لاحقاً. مع اقتراب إعصار ساندي من اليابسة، العلماء في مركز نوا الوطني للأعاصير قلقون جداً. تغيرت الأوضاع عما كانت عليه قبل بضعة أيام. الإعصار ساندي حافظ على قوته واختفى أي أمل بأن يتجه إلى البحر. الحقيقة هي الآن أن الإعصار سيضرب الساحل الشمالي الشرقي، وما زلنا لا نعرف الموقع الدقيق.
إن كانت هذه النشرة الجوية صحيحة فستكون كارثة كبيرة في الشمال الشرقي. نتحدث عن عاصفة ستسبب أضرارا بقيمة مليارات الدولارات، وربما ستكون كارثة تاريخية. يجب أن يستعد الناس لشيء قد يصبح حدثا مدمرا. الواقع هو أنه حتى إن فعلنا كل ما بوسعنا للاستعداد فلا يمكننا إيقاف العاصفة. كنت أسمع عن عمليات الإخلاء منذ كنا هنا. الذين يختارون البقاء سيجدون أنفسهم في وضع صعب، إن وقعوا في مشكلة فلن نقوم بإنقاذهم. سننتظر زوال الإعصار كما نفعل لكل الأعاصير. لا أتطلع إلى هذا، لقد كبرت جدا على هذا. لم نغادر المنزل أو نخله في الماضي، سوف نبقى. سيتم الشعور بتأثير العاصفة حتى ولاية ميتشيغان وأجزاء من أوهايو، لم يحدث هذا سابقا، ويجب أن يستمع الناس للتحذيرات بجدية. في بداية فترة الظهيرة الرياح العاصفة تصل إلى وسط نيويورك، ثم تضرب العاصفة شارعا في أحد ضواحي لونغ آيلاند. هذه نهاية العالم. أوه لا، سمعت ولدي في الأسفل يمزحان ويضحكان ويلعبان. يا للهول، الشجرة. أبي، لقد سقطت على سيارتك الشجرة. انظرا انظرا لما حدث، لقد صورت هذا، سقطت على سيارتي. يا للهول، وصل الأمر إلى مرحلة حيث أدركت أن هذا ليس مزاحا وأنهما يصرخان لأن هناك ما يحدث. لم أكن أتوقع شيئا، لم أعتقد أن العاصفة ستكون قوية. قررت تصوير فيديو من نافذتي وإرساله إلى صديقي، ثم صورت شيئا جنونيا. يا للهول، لقد صورت هذا. كنت على الحاسوب وسمعت الرياح ونظرت من النافذة لأرى سقوط الشجرة، وصرخت لأن الشجرة كانت تسقط، ثم أدركت أنها ستضرب سيارتي. لم تبدو الرياح قوية لكنها كسرت الشجرة مثل غصن. لا أصدق. ماذا حدث؟ تحطمت السيارة. شعرت أنني في فيلم رعب وأنا أشاهد كل الأشجار تسقط حول منزلي، لأنه عندما يكون محيط منزلك وترى هذا يحدث تكون في حالة صدمة. الأشجار هناك. الخطر الذي تسمعه وسقوط الأشجار، لقد حدث هذا في الماضي وقتل الناس، هذا مخيف لأنه يبدو كالصمت إلى أن يصطدم بما سيضربه، ثم تسمع صوت تحطم المعدن. كنت خائفا طوال الليل، شعرت أنني في فيلم رعب. لنهرب من هنا، هناك حريق. هناك حريق أبي، هناك حريق. يا للهول، لا يمكنني فعل شيء حيال هذا. يا إلهي، الأشجار كانت تسقط في كل مكان، لكن ليست الرياح فقط التي كانت تسبب المشكلة. كانت العاصفة تتحرك ببطء شديد بحيث مكثت طويلا فوق الشمال الشرقي وملأت الأرض التي أسفلها بأمطار غزيرة. كانت هناك أمطار غزيرة قبل قدوم الإعصار، لذا هذا تسبب بخسارة أشجار كثيرة لأن التربة كانت طرية ورطبة. انظروا إلى ذلك. حقا هذا لا يصدق. في وقت متأخر من فترة الظهيرة عند ساحل نيو جيرسي، يزداد ارتفاع الأمواج كل دقيقة. يا للهول، مطارد العواصف جيف بيتراوسكي ينتظر قدوم الإعصار. سرعة الرياح 137 كيلومترا في الساعة بمحاذاة الساحل، ووردني تقرير من جنوب بوسطن أن سرعتها هناك 143 كيلومترا في الساعة. مطاردو العواصف الآخرون يلاحقون ما سيصبح حدثا تاريخيا. أصبح تأثير إعصار ساندي ملموسا هنا في الساحل الشمالي للونغ آيلاند، يمكنكم رؤية الفيضان ورائي. في الواقع الماء وصل إلى ركبتي الآن، هذا أول مد عال وشدة الأمواج ليست كبيرة. المد القادم سيأتي الليلة عندما تكون شدة الأمواج أكبر وسيتسبب بفيضان أكبر. الإعصار يقترب الآن من الساحل وسيصبح أسوأ من هنا. نعم، انظر إلى هذا. مع هبوط الليل يستعد جيف لاشتداد العاصفة. انظروا إلى المياه، انظروا لاشتداد العاصفة في حديقة غاردن ستيت، يبدو كأن سدا تحطم، المياه تغمر الحديقة، هذا سيء. المياه كانت تحدث فوضى في منازل في بروكلين.
انظروا، المياه تتدفق في كل مكان. المياه كانت تغطي الشارع تماما ولم تعد تستطيع رؤية الطريق. بعد فترة بدأنا نرى المياه تبدأ بالتدفق حرفيا عند درج القبو، ونحن نعمل هناك. ثم فجأة انكسر الباب. يا إلهي يا إلهي، لقد انكسر الباب. كأن نهرا أو محيطا يتدفق للداخل. الباب انكسر. في تلك المرحلة حتى أنا أصابني الخوف. يا إلهي، كأن أحدا غير مجرى البحر إلى المنزل. المياه تتدفق أسرع من التفكير أو التصرف. هل نحاول إغلاق الباب؟ التدفق شديد. سنحاول إغلاق الباب. دخلت المياه كأن المحيط يتدفق بقوة كبيرة. احذر، اذهب، افعل شيئا ما. هيا، علينا محاولة إغلاق هذا بطريقة ما. التدفق قوي. فجأة انقطعت الكهرباء، وهذه كانت لحظة مخيفة جدا. كانت الكهرباء تنقطع في جميع أنحاء المنطقة، لكن كان الوضع على وشك أن يسوء، لأن مياه البحر والكهرباء ليستا مزيجا جيدا. ما هذا؟ ماذا يحدث؟ إنه الإعصار. ما الذي يجري؟ في هذا الوميض الكبير تنفجر محطة كان أديسون الفرعية للطاقة، وتقطع الكهرباء عن مليون منزل في نيويورك. المواطن المحلي ماتاوزي يصور الانفجار بواسطة الكاميرا. بدأت أمشي نحو الماء. كان ارتفاع الفيضان حوالي 60 سنتيمترا حينها. هذه المنطقة هنا كانت كنفق رياح قوية. شعرت بأنها رياح بسرعة 160 كيلومترا في الساعة. كانت هناك فتيات صغيرات يمسكن بالأشجار هكذا خوفا على حياتهن. وأصبح الوضع خطيرا، فقد كانت هناك صفائح معدنية لابد أن وزنها 13 كيلوغراما تتطاير في الهواء. وفجأة كان هناك وميض أمام كاميرتي. يا إلهي، ما هذا؟ لا. ثم حدث وميض كبير آخر، انفجار أزرق بدأ كأنه شيء من فيلم خيال علمي، وبدأ الجميع يصرخ. بعضهم كان مذهولا. إنه كشعور بنهاية العالم الذي شعر به سكان نيويورك. لقد انفجر شيء ما. عندما انقطعت الكهرباء عن منهاتن، مبنى التجارة العالمي الجديد كان المبنى الوحيد المضاء. لذا بدا المنظر لا يصدق، لأن نصف جسر بروكلين كان معتما، وكذلك منهاتن. فقط البرج الكبير كان مضاء، لكنه في النهاية أصبح معتما. وطوال الليل كنت ترى انفجارات زرقاء من بعيد. وهذا أصبح مخيفا جدا، بدا كمنظر من فيلم يوم الاستقلال Independence Day. خيم الليل. العاصفة الخارقة ساندي تعيد ملايين نيويوركيين إلى العصور المظلمة. شبكات الاتصال تتعطل، وخدمات الطوارئ تعمل بأقصى طاقتها. رقم الطوارئ يتلقى حوالي 20,000 اتصال في الساعة. هذا يعني 300 اتصال في الدقيقة، أي 5 اتصالات كل ثانية. مع انقطاع خطوط الهاتف، ضحايا ساندي يلجؤون بيأس إلى مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر. مئات الرسائل على تويتر كل دقيقة تصل الآن إلى مقر دائرة إطفاء نيويورك. مديرة موقع التواصل الاجتماعي للمركز إيميلي رحيمي تحاول المساعدة.
بين الساعة 8:10 مساء بدأت أرى رسائل خوف أكثر على تويتر والتي لم أرها من قبل على هذا الموقع. كان هناك أناس كثيرون يفقدون خطوط الهاتف ولا يمكنهم الاتصال برقم الطوارئ، والذين كانوا يرسلون رسائل استغاثة على تويتر. شعرت بذعر الناس عبر الكلمات التي كانوا يستخدمونها والسرعة التي كانوا يطبعون فيها الرسائل. كانت تصلني 4 رسائل تبعد عن بعضها بضع ثواني. من ضمن رسائل تويتر الكثيرة كان هناك طلب استغاثة درامي. امرأة خائفة على سلامة والديها المحاصرين بسبب الفيضانات. تلك المرأة أرسلت رسالة بوقت مبكر أن والديها محاصران في منزلهما في ستاتن آيلاند، وأخبرتهم أنني سأتصل بدوريات شرطة، لكن عليهم أيضا الاتصال بخط الطوارئ. ستاتن آيلاند بشكل خاص ضربها إعصار ساندي بقوة. معظم وفيات نيويورك حدثت على هذه الجزيرة الصغيرة. إيميلي تحاول إنقاذ حياة الناس باستخدام تويتر لإرسال نصائح مهمة. تلك الليلة كنت أحاول إخبار الناس بأنه إن بدأ منزلهم بالامتلاء بالماء فهذا يعني أن الوضع أسوأ في الخارج. كانت المياه تتحرك بسرعة، كانت تتحرك كنهر، كانت تحمل حطاماً كثيراً. لذا التواجد خارج المنزل في ذلك الوضع من دون فرقة إنقاذ يمكنها مساعدتك كان أسوأ من أن تكون في منزلك. هذه العاصفة كانت أكبر عاصفة في القرن 21. أعتقد أنها أول عاصفة استخدمت فيها مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة. من بين مكالمات الطوارئ التي تمت تلك الليلة، لبت خدمة الطوارئ الطبية 6,000 نداء تقريباً. لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يعملون بأقصى إمكاناتهم. المستشفيات مزدحمة جداً أيضاً. في الجانب الشرقي الأسفل قطعت الكهرباء عن مستشفى نيويورك، ويتم إخلاء أكثر من 200 مريض بحالة حرجة. لهؤلاء المرضى هذا كابوس أصبح مسألة حياة أو موت. منهاتن تواجه أزمة طبية. أخبار عاجلة من إعصار ساندي مع مراسلنا كريس وولش في بث مباشر من منهاتن. الأهم الآن ماذا يحدث في مستشفى جامعة نيويورك من حيث المرضى؟ إنهم يقومون الآن بإخلاء المرضى إلى عدة مستشفيات في المنطقة 200 بسبب هذه الفيضانات. لن تصدق أن هذا يحدث هنا. أفضل طريقة للتعامل مع هذا الآن هي عدم الذعر. شرطة نيويورك تبذل كل ما في وسعها. لديهم دوريات كثيرة في كل حي والناس متحضرون. في نيوجيرسي، أبي ويلينغتون وستيفن أوليفسون يواجهان حالة طبية طارئة خاصة بهما. ليست هناك كهرباء في منزلهما والطرق كلها مسدودة. أبي حامل ولا تدرك أنها ستلد. عندما بدأ الإعصار كنت متوترة لأن موعد ولادتي بعد أيام. فقدنا الكهرباء، لا تدفئة. كانت 9:30 عندما أخلدنا إلى النوم. شعرت ببعض الألم لكن لم أشعر بانقباضات كالتي شعرت بها آخر مرة. عاد الألم مجددا بعد 8 أو 10 دقائق، ثم عرفت أن هناك شيئا سيحدث. مع عدم قدرتهما على الوصول إلى المستشفى، الحل الوحيد هو الوصول للمساعدة عن طريق جارتهم جان. وصلتني رسالة نصية: تعالي، الطفل سيولد. أبي مذعورة من احتمالية إنجاب الطفل من دون مساعدة طبية. كان الوضع مخيفاً وكان المكان مظلماً. لم تكن هناك كهرباء، كان هناك بعض الشموع في الحمام، وشعرت بشيء. أدركت أنه ماء الرأس وأن رأس الطفل يخرج. لم تكن هناك مشكلة، لكنني كنت سألد بعد نصف ساعة. الطفل كان في طريقه للخروج. ستيفن وجان قاما بالارتجال بينما بحثا في المنزل بهلع عن أي شيء قد يساعدهما، حتى إنهما استفادا من أداة غلق الأكياس كأداة طوارئ لقص الحبل السري. خلال ساعة أنجبت أبي على ضوء الشموع في أرضية الحمام. رغم التحديات جرت ولادة أبي بشكل طبيعي، لكن أمكن أن يكون الوضع مختلفاً. العاصفة سببت ضرراً كبيراً، مات أناس كثيرون، نحن محظوظون جداً. الإعصار ساندي لم يكن سيتوقف من أجل أحد، ليس حتى للطفل هنلي. اختبار كبير لخدمات الطوارئ في نيويورك يأتي في 11:00 مساءً. أسلاك الكهرباء الساقطة في كوينز تشعل حريقاً مدمراً يحرق حي بريزي بوينت.
سكان بريزي بوينت يواجهون فجأة معضلة مميتة، حيث تنتشر النيران بسرعة في رياح عاصفة. الهرب عبر فيضان المياه أمر خطير، لكن البديل هو البقاء بينما تحترق منازلهم. رياح بسرعة 112 كيلومتراً في الساعة تعصف بالنيران، جمرات محترقة بحجم كرات البيسبول تنتقل من منزل إلى منزل. ما ليس فيه مياه يحترق. في البداية لم يكن هناك أحد لإخماد الحريق، رجال الإطفاء المحليون محاصرون على الطابق الثاني لمركز الإطفاء خاصتهم. عندما وصلت المساعدة بعد 3 ساعات تقريباً، كانت بريزي بوينت مدمرة. المجتمعات بحالة صدمة على طول الساحل. الآن يحاول العلماء جاهدين فهم سبب كون الإعصار ساندي مدمراً جداً. كانت ليلة صعبة. رغم التحذيرات، توقع القليلون دماراً كهذا. يتدفق الخبراء الآن إلى نيويورك ونيوجيرسي لفهم ما حدث. مهندس الرياح تيم مارشل يقوم بتقييم تأثير ساندي. نقترب الآن من منطقة بريزي بوينت. لقد اندلعت الحرائق، ولكن بدأنا للتو بإدراك الحجم الحقيقي للدمار. كان هذا مسرح أحداث مروعة، فقد أتى الإعصار وغمرت الفيضانات كل هذه المنازل. كثير من الناس حوصروا فيها، ومن ثم وقع أسوأ كابوس يمكن التفكير فيه. اندلع حريق. المناطق المحترقة هنا على اليمين، سنلقي نظرة عليها. لذا بوسعنا أن نرى هذا الدمار في هذه المنطقة، كلها محترقة، احترقت المنازل والأشجار والأعمدة. يبدو أن حوالي 100 منزل قد احترقت بشكل كامل. تبدأ المنطقة المحروقة قرب المحيط حتى هنا. لو كان هناك المزيد من المنازل بعد هذه المنطقة لانتشرت النيران فيها، لكنها توقفت هنا عند موقف السيارات. تدمر 111 منزلا بسبب النيران في بريزي بوينت. لكن بسبب معجزة ما، لم تكن هناك خسائر في الأرواح. مطارد العواصف جيف بيتراوسكي يحقق في الأضرار. عندما تهب العاصفة تتمتع المياه بقوة كبيرة، بحيث تتسبب بأمور لا يمكن التفكير فيها، مثل نقل السيارات إلى فوق المباني والأماكن. تتكدس السيارات فوق بعضها البعض. في ذروة إعصار ساندي، كان طول اندفاع تيار العاصفة في هذا الموقع حوالي 2 متر، إضافة إلى الأمواج التي على رأس ذلك، والتي غمرت هذه المنطقة بالكامل. انظروا إلى ما فعلته في هذا الموقع. الأكشاك والخشب والألواح، كل شيء أصيب وغمر بالماء وبالتالي تدمر. السكان يعودون ببطء إلى ما تبقى من منازلهم. نحن لم ننقل شيئاً، لقد نقلت المياه كل شيء. لقد وصلت المياه إلى السقف تقريباً. أنا آسفة. كانت هذه ثلاجتي التي ملأتها بالطعام، على اعتقادي أنه سيكون لدينا ما يكفي لو حدث شيء، لكن لا يمكننا أن نحضر أي شيء بسبب ما حدث. هذا هو الحمام. كان كل شيء مرتباً، فقد كان هذا منزلنا. أنا آسفة. خدمات الطوارئ لا تزال في الشارع لمساعدة السكان الحائرين للوصول إلى بر الأمان. هنا. أتقيمين هنا؟ سيمكث زوجي هنا. لدينا أماكن في محطة إطفاء الحرائق. لم أذهب إلى هناك. قط؟ لقد تطوعت في الواقع. في حال احتجت إلى شيء اذهبي إلى هناك. حسنا. لدينا بطانيات ومصابيح وبطاريات وشموع. لم أعد أعرف ما أحتاجه. اذهبي وخذي شيئا.
رجل الإطفاء المتطوع دانيال كافينا أمضى الليلة ينقذ الناس من منازلهم المدمرة. مات شخص واحد على بعد عدة بيوت من محطة الإطفاء في مكان قريب من الماء، علق في قبو منزله. من الجو من الواضح بالنسبة إلى تيم مارشل أن بعض المنازل في الأسفل قد تتحول إلى مصائد للموت. هذا هو ساحل جيرزي، هذا هو المكان الذي أصابه أعصار ساندي، هذا ما ننظر إليه الآن. لو كان بوسعنا الاستدارة حولها، ها هي المنازل هنا. ثمة منزل وسط الحقل، بل عدة منازل. أجل، وثمة منزل على الطريق هناك أيضا، الجزء العلوي من المنزل على الطريق. غمرت المياه المكان بقوة، ووزن المنزل يدفعه بقوة إلى الأسفل، وعندما تضربه الأمواج فهي تقطع أعمدة المنزل، الجزء الأسفل من المنزل، بحيث يقع الطابق الثاني على الطابق الأول. تم رفع هذه المنازل من أساساتها ونقلتها المياه إلى أماكن أخرى من اليابسة، وقد طفى ذلك المنزل فوق المياه ليصبح فوق الشارع. لقد نشأت هنا منذ الولادة، ما حدث هنا شيء فظيع. لقد محى الإعصار الكثير من الذكريات والأجيال، لن نتمكن من استبدالها ولن نتمكن من إعادة البناء. إنها صدمة، سمعت أن كوخاً انجرف إلى البحر، لكن اكتشفت بعد هذا أن ثمة أربعة أكواخ قد اختفت تماماً. كيف سنخرج كل هذه الأشياء؟ لا أعرف، لكن علينا فعل هذا. المرتفعات المحاذية للبحر هي صورة للدمار الكامل. جزء من الرصيف البحري هنا مرت الأمواج من تحته، وكأن تأثير الأمواج كان عبارة عن دفع الرصيف البحري إلى الأعلى. الجزء السفلي من منهاتن كان في منطقة الخطر مباشرة، فقد تسبب ساندي بعاصفة قياسية، 4 أمتار من المياه قد غمرت شوارع المدينة. لم يحدث هذا طوال إقامتي في مدينة نيويورك. لم ترى شيئا كهذا من قبل؟ لا. مباني الأقسام الاقتصادية لم تكن تتمتع بدفاعات كافية لتجنب الفيضانات. عانى نظام قطار الأنفاق في نيويورك الذي أنشئ قبل 108 أعوام بسبب أفظع كارثة تصيبه. في بعض المحطات ارتفعت المياه من السكة الحديدية حتى السقف، وسبب هذه الفوضى مخبأ تحت الشوارع. المؤرخ أندرو نيدم يعتقد أنه عرف تماماً ما هو سبب تأثر هذه المنطقة في جنوب منهاتن بالفيضانات. هذه قصة مهمة حول الصراع بين البشر والطبيعة، وهي قصة لا يعرفها أحد في نيويورك تقريباً. من المدهش أن نعرف أن المكان الذي نسير عليه الآن كان في الماضي أراضي مستنقعات، أي جزءاً من المحيط، وقد تم بناء العقارات عليه على مدى كثير من القرون عندما ألقى الناس التراب والقمامة والرماد ومخلفات الحرائق التي اندلعت في جنوب منهاتن، أي شيء يمكن استعماله لإيجاد أرض جديدة. البناء فوق القمامة ومواد أخرى ساعد منهاتن على التوسع على مدى 400 عام، لكن عواصف إعصار ساندي القوية أعادت منسوب المياه مؤقتاً إلى حيث كان في البداية. مشيت للتو قرب علامة أعلى منسوب مياه أثناء إعصار ساندي، ولا يزال بوسعنا رؤية شاحنات في شارع بيرل تنظف القمامة وتزيل المياه من البيوت الأرضية. وجود الشاحنات ليس مصادفة، لأن شارع بيرل كان خط الشاطئ الأصلي لمنهاتن حتى القرن 17. في الواقع تم تسميته تيمنا بالمحار الذي وجدوه في المناطق الضحلة قرابة خط الشاطئ. عالم الفيضانات سايمون بوكسل يعتقد أن العبث مع الطبيعة قد تكون عواقبه وخيمة. لقد دفعنا أكثر وأكثر بما يتعلق بالمساحة في مدننا، وكثير من المدن تقع على السواحل، لذا قمنا بالتوسع إلى سهول الفيضانات، إلى المناطق التي استعملتها الطبيعة لحماية الأراضي نفسها ضد اجتياح العواصف، ضد الأعاصير. لذا نحن نعيش الآن في المنطقة التي كانت المنطقة العازلة، وهذه هي المشكلة الأخطر.
والأمر أسوأ في الساحل الشرقي لأنه من الصعب نصب الدفاعات البحرية هناك. إن الممتلكات التي تقع على طول الساحل الشرقي تتواجد مباشرة في طريق العواصف التي قد تكون خطيرة بالفعل. يرغب الناس في إقامة منازل مطلة على الساحل والمياه، لكن عند البناء على الشاطئ فأنت تبني فوق سهول فيضية وفوق الأراضي المستصلحة، عندئذ تكون معرضا لخطر أكبر بكثير. ستكون معرضا للخطر دوما بغض النظر عن الدفاعات البحرية التي تنصبها. ستكون دوما معرضا لخطر احتمالية استعادة الطبيعة لهذه الأراضي في النهاية. لكن مدى تكرار حدوث هذه الكوارث هو الذي علينا البدء بالقلق حياله بالفعل. وأعتقد أن ساندي كان نداء تنبيه مهما جدا لسكان نيويورك وعلى طول الساحل الشرقي. هذا لا يعقل يا رجل، إنه لا يعقل. عادة ما نأخذ أشياء من الطبيعة مثل الأراضي والسواحل، والطبيعة بارعة جدا في استعادتها، وقد فعلت في هذه الحالة عبر إعصار ساندي. كيف تحول إعصار ساندي إلى عاصفة خارقة ذات أبعاد ملحمية؟ عاصفة أحدثت الفوضى من منطقة الكاريبي ثم اتجهت إلى شمال أمريكا، تستعد للأسوأ وتأمل الأفضل، وأحضرت رياحا أطاحت بآلاف الأشجار. لم نرى شيئا كهذا من قبل مطلقا. أمواج يصل حجمها إلى 3 أضعاف حجم الإنسان. عواصف إعصار ساندي قصفت شواطئ الولايات المتحدة وغيرت أشكال شواطئها. لقد نشأت هنا منذ الولادة. ما حدث هنا شيء فظيع، فظيع للغاية. وغمرت الضواحي والبلدات بمليارات اللترات من مياه المحيط. تسببت بحرائق دمرت منازل الناس، وتطلبت أقصى حد إمكانيات لخدمات الطوارئ في نيويورك. أيعقل؟ مذهل. قبل 7 أيام فقط قبالة سواحل أمريكا الجنوبية بدأت العاصفة تتشكل. في هذه المنطقة درجة حرارة البحر الكاريبي الدافئة سمحت لتريليونات من قطرات المياه الحاملة للطاقة بالتبخر، مما أوجد أنظمة سحب أكثر كثافة والتي قد تبدأ بالدوران. بينما تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة أو أكثر، تولد لدينا إعصار ساندي. شكلت العاصفة تهديدا قاتلا، حصدت أرواح 71 شخصا ودمرت جزرا كاريبية في طريقها. كان من المهم تعلم أكثر قدر ممكن من المعلومات عن هذا، لذا قام المركز الوطني للأعاصير بإرسال طائراته في مهمات خطرة. فريق سيغادر اليوم وبعده سيغادر فريق آخر. لدينا طائرتان، نرسل واحدة منهما ومن ثم نرسل الأخرى في 12 ساعة القادمة. إننا نأمل من البيانات التي سنقوم بجمعها أن تساعدنا في حصر مدى شدة تقدم إعصار ساندي. عندما نكون على متن الطائرة P3 الخاصة بالأعاصير تكون مختبراً طائراً، نقوم بجمع البيانات عن طريق إسقاط أجهزة من الطائرة. المسبار الذي يسقطونه يقيس درجة حرارة الإعصار ومستوى الرطوبة والضغط، إضافة إلى سرعة الرياح واتجاهها. كنا نعرف أن البيانات التي نجمعها ستساعد مدراء حالات الطوارئ. ما إذا كان عليهم إخلاء نيوجيرسي وساحل نيويورك بسبب إعصار ساندي؟ خبراء الأرصاد الجوية في مركز الأعاصير صدموا من البيانات التي تلقوها، فقد وصل إعصار ساندي إلى مستوى مختلف تماماً. كان في طريقه لإيجاد نظام أكبر ذي قدرة تدميرية مخيفة. البيانات التي تم جمعها من طائرة P3 أظهرت أن حقل الرياح كان كبيراً جداً،
وأنه أكثر توسعاً من أي شيء رأيناه في العقد الماضي تقريباً. كثير من الأعاصير تكون صغيرة وحقل الرياح فيها صغيراً ولا تؤثر في مساحة كبيرة. الأنظمة الاستوائية مركزة جداً وكذلك الرياح القوية، لذا يتم تخفيفها على شكل عاصفة تنشر في مساحة أكبر بكثير. حجمها جعلها مدمرة جداً في الواقع. بدأ خبراء الأرصاد الجوية بإدراك أنه من المقدر أن يكون إعصار ساندي أحد أكبر الأعاصير التي تتشكل في حوض الأطلسي. أندرو، إعصار كان قطره 290 كيلومتراً، وكان إعصار كاترينا أكبر منه، ثم آيرين، وساندي، أم الأعاصير كلها. كان طول قطرها حوالي 1600 كيلومتر، وهذا ضخم، إنها عاصفة خارقة. الأعاصير التي تنتقل قبالة الساحل الشرقي عادة ما تتجه شرقاً وتتلاشى فوق شمال المحيط الأطلسي، ولكن مع جبهة الطقس التي فوق غرينلاند ونظام الضغط المنخفض في أرجاء الولايات المتحدة سلك إعصار ساندي مساراً مختلفاً. ومن غرائب هذا الإعصار أنه لم يغير مساره ويتجه إلى المحيط الأطلسي كما تفعل الأعاصير عندما تصل إلى خط طول نيويورك أو نيوجيرسي. عاد إعصار ساندي الانحناء باتجاه داخلي. إذا كانت لدينا رياح تهب من الجنوب الغربي ستحاول أن توجه النظام إلى الشمال، وإن كانت من اتجاه مختلف ستحاول تغيير مسار النظام إلى ذلك الاتجاه. بعد أن عرفت السلطات بمسار إعصار ساندي باتجاه اليابسة، دعت السلطات إلى إخلاء سكان في المناطق التي تقع في مسار الإعصار المتوقع، خشوا أن يجلب إعصار ساندي اجتياحاً عاصفاً. مع اقترابه من اليابسة، دفعت رياح الإعصار المياه باتجاه الشاطئ. موجة تلو الأخرى تضرب الأبنية القائمة على الساحل وتسبب فيضانات في شوارع المدينة. لم تنشأ هذه الموجات محلياً، لقد أنشئت بينما تحركت العواصف عبر المحيط الأطلسي، إنها تتحرك باتجاه اليابسة، لذا فجأة وصل ارتفاع المياه إلى حوالي 4.5 أمتار. يبلغ وزن متر مكعب من المياه حوالي طن، وقد ألقى إعصار ساندي بحوالي 500 مليون طن من مياه المحيط الأطلسي على مدينة نيويورك وساحل جيرسي. يقدم القمر القطعة الأخيرة من أحجية ساندي المميتة. قوة جاذبية القمر تسحب مياه الأرض وترفع السطح بشكل كسري باتجاه نفسه. ترتفع المحيطات باتجاه القمر لتولد موجتين محيطيتين يومياً. في وقت اكتمال القمر من الممكن أن تتحد جاذبية القمر مع جاذبية الشمس لإنتاج أمواج مد مرتفعة جداً. وقع الإعصار ساندي عندما كان البدر ساطعاً في السماء. هذا البدر المكتمل ومنسوب المياه المرتفع أضاف حوالي مترين إلى مستوى سطح البحر. لو وقع الإعصار والقمر في حالة الهلال عندما لا تكون أمواج المد عالية ويكون منسوب المياه منخفضاً لما شاهدنا هذا القدر من الفيضانات في الساحل الشرقي والمدن والضواحي. اختار إعصار ساندي أسوأ وقت ممكن كي يضرب الساحل، فقد كان المد مرتفعاً جداً حيث يكون المد والجزر على مستوى سطح البحر أعلى من الوضع الطبيعي، والعاصفة بما فيها الرياح الدافعة زادت الأمر سوءاً. في 29 من أكتوبر عام 2012 واجه الشاطئ اجتياح إعصار ساندي ذي المد العالي والقمر المكتمل. جدار ضخم من المياه قد هرع باتجاه الشاطئ مدعوما برياح الإعصار التي وصلت سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة. الماء سائل كثيف جداً أكثر كثافة من الهواء بكثير. كان لساندي تأثير كبير فيما يتعلق بأضرار المياه بسبب قوة الرياح التي دفعت المياه إلى الأجزاء السفلية من منهاتن. كانت لدينا كمية هائلة من المياه تحاول الدخول عبر منطقة ضيقة. بعد فصله عن مصدر الطاقة ألا وهو المحيط الدافئ، فقد إعصار ساندي قوته ببطء شديد. لكن هل كانت هذه العاصفة المثالية؟ ما يجعلها مثالية أن المكونات المناسبة الأخرى اجتمعت معاً كي يكون أثرها كبيراً.
كانت عاصفة خارقة، لدينا اجتياح العاصفة الهائل والرياح تدمر خطوط الهاتف وأمطار غزيرة جدا، صدقوا أو لا تصدقوا، في بعض الأماكن كغرب فيرجينيا قد تكون حوالي 90 سنتيمترا. في جريت ليكس كان راكبو الأمواج يركبون موجات طولها حوالي 6 أمتار. كان إعصار ساندي ضخما لهذه الدرجة، الساحل الشرقي كله في الولايات المتحدة وصولا إلى شيكاغو والبحيرات الكبيرة قد تأثرت بهذه العاصفة. الظروف الجوية القاسية تؤثر في كل جزء من العالم. في عام 2012 عانت الزراعة في روسيا بسبب الجفاف الثاني خلال عامين، وغرقت بريطانيا العظمى بسبب هطول الأمطار الصيفية الذي حطم الأرقام القياسية، ولا يزال البحر يغمر البندقية. في الولايات المتحدة أصبحت الأعاصير المدمرة غزيرة، وأكثر من 36 ألف كيلومتر مربع احترق في نيران هائجا اندلعت بسبب ظروف صعبة. يبدو أن تغير المناخ أمر حقيقي. ارتفع متوسط درجات الحرارة أكثر من درجة واحدة في المئة عام الماضية. لكن أيمكن ربط الظواهر الجوية الصعبة كالعاصفة الخارقة ساندي بتغير المناخ بشكل مباشر؟ نحن لا نزال نحاول فهم آثار تغير المناخ، ولا نزال نجهل ما إذا كنا سنشهد عواصف أخرى مثل ساندي. علينا النظر إلى الأمر بموضوعية لأننا نتمتع بخلفية علمية. لو بدأنا نقول أن الحدث النادر قد أصبح حدثا متكررا، أعتبر هذا دليلا على تغيير شيء ما. يجب القيام بهذا من ناحية الكمية وليس من أجل الطبيعة. لو كان هناك شخص قادر على إثبات هذا، فأنا أدعم تصديق المزيد من مظاهر التغيير. الاحتباس الحراري يعني وجود المزيد من الطاقة في الغلاف الجوي، ثمة المزيد من الطاقة في المحيطات، ونرى هذه الطاقة على شكل عواصف، وهذه العواصف أصبحت أكثر شدة. طقس غير موسمي، تغير في الفصول، المزيد من الأعاصير، رياح أقوى، المزيد من العواصف الاستوائية. هذا النمط من الأحداث هو الذي يجب أن يعتاد الناس عليه في العقود والقرون القادمة. بعد 9 أيام من إعصار ساندي، ينتظر سكان نيويورك المزيد من الأحوال الجوية السيئة. إعصار غير مرحب به يترك عشرات آلاف الناس دون كهرباء في درجات حرارة منخفضة جدا. هل علينا جميعا البدء بالتعود على الطقس السيء؟ كل الخبراء تقريبا يعرفون أن البشر يزيدون حرارة الكوكب، ويخبروننا بأن الأعاصير التي كساندي ستتكرر أكثر في المستقبل، وسيرافقها ارتفاع في منسوب مياه البحار، وهذا سيحصل بلا شك. سيستمر ارتفاع منسوب مياه البحر على مدى القرون. إذا كان مستوى سطح البحر آخذا في الارتفاع، ماذا نفعل؟ ننتقل إلى المرتفعات. أعتقد أن ما علينا فعله هو الانتقال من منازلنا، ويجب أن يؤثر هذا في تصميم المدن والبلدات للقرون المقبلة. من الضروري جدا التحضير لهذه الأحداث، ليس بعد حدوثها لكن قبل حدوثها. لا يتفق جميع العلماء على أسباب تغير المناخ، لكن شيئا واحدا يبدو واضحا: ستقع أعاصير أخرى كساندي مجددا. هل وصلنا إلى نقطة تحول ما؟ قد نعرف جميعاً الإجابة في وقت أبكر مما نريد. مرحباً، لا أعرف ماذا أقول، حقيقة لا أعرف ماذا أقول. أنا سعيدة جداً لأننا على قيد الحياة. هنا لا توجد كهرباء، ولا توجد خدمات، ولا حتى هواتف. ما يحدث هنا أشبه تماماً بفيلم عن نهاية العالم. هذا مرعب، مرعب جداً، وهذه ليست مبالغة، تعجز الكلمات عن وصف هذا. لقد اختفى الممر، لكننا بخير. نشعل ناراً في الشارع ليلاً، ونطهو بشكل جماعي، ونحاول أن نبقى معاً في أمان، وجميعنا نتحلى بالإيمان. هذا هو كل شيء. لا أعتقد أن الناس يفهمون ما حدث لأحيائنا،
لكن نريدهم أن يعرفوا ليحضروا لمساعدتنا. على أي حال أنا أفكر فيك، سأتحدث إليك قريبا مع حبي وقبلاتي. إلى اللقاء.